السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن جرحى بركان الغضب موجودين في ساحة سيربيا ولم نتلقى العلاج بالكامل. اللجنة تريد أن ترحلنا إلى ليبيا والمنحة متوقفة لمدة شهرين. نريد استكمال علاجنا ونريد مستحقاتنا. وبفضل الله ونحن من ضحينا بأنفسنا من أجل الوطن. الله يرحم الشهداء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. دم الشهداء ما يمشي شباب.